أعلن فاروق ترغوت عن موعد بث مسلسل شراب التوت البري. بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا، تم إلغاء أعمال العديد من المسلسلات التركية على الرغم من استمرار بعض المسلسلات، إلا أنه من المهم جدا إلغاؤها بكاملها، حيث يعتقد أن العديد من المعدات المستخدمة في المسلسلات ستكون مفيدة جدا في منطقة الزلزال. قام فاروق ترغوت أحد المنتجين الرئيسيين الأتراك بإلغاء المسلسلات وإرسال المعدات المستخدمة إلى منطقة الزلازل، وشارك جميع طاقم المسلسلات التركية هناك للمساعدة. يتساءل العديد من المعجبين في تركيا وحول العالم أيضا متى سيتم بث شراب التوت البري والمسلسلات الأخرى مرة أخرى. أدلى المنتج والمخرج فاروق ببيان حول موعد بدء العمل المحدد ومتى سيتم بث المسلسل، وقال في بيانه إن العمل مع المجموعة قد تأجل حتى 20 فبراير، وإنه في حالة ساءة الوضع يتم تمديد هذه الفترة. قال فاروق ترغوت الذي لم يعلق على عمليات النقل الجارية: يجب أن نتوقف عن إصدار الأحكام عن الناس والتفكير في كيف يمكننا أن نكون أكثر مساعدة لضحايا الزلزال، وأنا أتفق معه. علينا التركيز على مساعدة الناس من الأنقاض. يمكنكم مشاركة آرائكم القيمة معي في قسم التعليقات بالفيديو. وداعا.